خبر الضابط وين كنت موجود امبارح المساء. انا المساء كنت موجود بالاجتماع السنوي لاعضاء الجامعه. وحضرتك اذا انا هلا بقول اني شفتك بعيوني بمعمل الالعاب وكشفت مخططاتك شو رح تقولي؟ هالحكي مزبوط؟ جاوبيني بصراحة. ايه انا امبارح رحت على معمل الالعاب يعني بتعترفي انك هاجمتي الانسة زويا واعتديتي عليها وحاولت تقتليها؟ أنا رحت على معمل الألعاب فعلا. بس ما هاجمت حدا ولا اعتديت على حدا.